السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. شكلكم مركزين من الأول، ربنا يستر بقى ونكملها تركيز كده للآخر بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن موضوع الليلة مهم جدا يا جماعة. موضوع الليلة حياة أو موت، موضوع الليلة حياة أو موت. ده الصحابة والسلف خدوا موضوع الليلة كده، النبي عليه الصلاة والسلام خد موضوع الليلة قتال. هنشوف الوقت، يعني الواحد متعجب القتال اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان يقاتله في الجهد عشان العبادة بتاعت الليلة اللي احنا هنتكلم عنها بإذن الله سبحانه وتعالى. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك، والخير كل الخير في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. أما بعد، مش قادر والله يا إخواني أبدأ هذا الدرس من غير ما أقول لكم إني أحبكم في الله. يعني لو ما بصيتش كده ممكن ابدأ واتكلم، انما ببص كده فحسيت ان انا يعني مش قادر ما اقولكوش اني احبكم في الله. اني احبكم في الله، ايوة كده، احبك الله. يعني عايزين ايه؟ يعني المشاعر كده تتفجر كده. ماشي يا اخواني في الله، مقبولة منكم. يلا عم معلش، مفيش مشكلة، ان شاء الله باذن الله بكرة الايمان يزيد والحب في الله يتفجر من القلب اكتر واكتر باذن الله سبحانه وتعالى، ويزيد باذن الله. عايزين نتكلم عن ايه يا اخواني؟ تخيل لو يعني حصل اوائل الثانوية العامة طلعت النتيجة. ربنا يوفق كل طلبة الثانوية العامة يا رب، اللهم امين، يعني على طاعته وابتغاء مرضاته. تخيل لو طلعت النتيجة والعشرة الاوائل، رئيس الجمهورية عايز يكرمهم، رئيس الجمهورية هيسيب مسؤولياته وينزل يكرمهم؟ لا، هيبعت لهم وزير التعليم. طب تخيل لو في ناس من المثقفين في البلد مطلوب انهم يكرموا، رئيس الجمهورية هيسيب مسؤولياته وينزل يكرمهم؟ لا، هيبعت لهم وزير الثقافة او وزير الاعلام. انما حد خد جايزة نوبل يا جماعة ورفع شرف مصر على مستوى العالم كله، جايزة الدولة التقديرية الأكبر علماء في البلد، تخيل كده رئيس الجمهورية لازم ينزل يكرم دول بنفسه. ليه؟ لأن دول اللي رفعوا شرف البلد قدام الدنيا كلها. أهو ده قيام الليل يا جماعة، قيام الليل. ربنا ما نزل لكش ملك من الملائكة فيه، ربنا ما نزل لكش ولا ملائكة الملأ الأعلى، ربنا هو اللي تنزل بنفسه لهذه العبادة. متخيل معايا المعنى المهول ده يا جماعة، المعنى الرهيب اللي لو قلوبنا استشعرته هنعرف يعني ايه قيام الليل، هنعرف قدر القوام عند الله، هتعرف قيمة كل ثانية في قيام الليل. لو قمت قبل الفجر بثانية اسجد لربنا شكر، مش لو قمت قبل الفجر بدقيقة او بنص ساعة او بساعة، لو بثانية اسجد لربنا شكر. اللي قالوا دقائق الليل غالية، لا والله ثواني الليل غالية بالثانية. عارفين نظام فودافون بالثانية؟ النهاردة نظام التلت الاخير بالثانية. الثانية هتفرق يا جماعة باذن الله سبحانه وتعالى في تغيير مسار حياتنا. ربنا في العبادة دي بالذات لنزل لك ملك مقرب ولا نزل لك اي حد، ربنا هو اللي تنزل بنفسه سبحانه وتعالى. تخيل العبادة اللي ربنا تنزل لأهلها بنفسه، تخيل العبادة اللي الملك سبحانه وتعالى يتنزل لأصحابها بنفسه. يبقى العبادة دي لها قدر عند ربنا شكله ايه؟ يبقى العبادة دي لها قيمة عند ربنا شكلها ايه؟ يبقى العبادة دي اهلها عند ربنا سبحانه وتعالى مقامهم قد ايه؟ تخيلوا لو ملك من الملوك يعني نازل مثلا المنصورة، فخمسة ستة مننا بس اللي كانوا في استقباله وباقي البلد ما كانوش في استقباله، نزل بعد شهرين لقى نفس الخمسة ستة هم اللي في استقباله وباقي البلد مش في استقباله، نزل بعد سنة نفس الخمسة ستة. الملك ده لما يجي يعين محافظ للمنصورة هيعينه من مين؟ من الخمسة ستة. لما يجي يعين مستشار ليه من المنصورة هيعينه من مين؟ من الخمسة ستة. يا اخوانا قيام الليل ده سبب للاصطفاء يا اخوانا. يا جماعة هو ليه
اتنين ملتزمين دخلوا الالتزام مع بعض، واحد بقى داعي الى الله وواحد بقى نايم في مكانه عشان العبادة اللي زي ده. عشان دي لما ربنا بيصطفي هيصطفي من مين؟ من اللي بيقوم لتنزل الملك في الثلث الاخير. لما ربنا يختار هيختار مين؟ لما ربنا يستعمل هيستعمل مين غير اللي قام بين ايدين ربنا في الثلث الاخير حينما تنزل الملك؟ قبل ما ندخل في موضوع الليلة يا اخواني، لازم الاول نعرف حقائق عن قيام الليل. لازم نعرف ان قيام الليل اتفرض قبل ما تتفرض الصلاة. لازم نعرف ان قيام الليل اتفرض قبل ما تتفرض الزكاة. لازم نعرف ان قيام الليل اتفرض قبل ما يتفرض الصيام. لازم نعرف ان قيام الليل اتفرض قبل ما يتفرض الحج. الفريضة الاولى في الاسلام، اول فريضة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لما النبي كان معاه 15-20 واحد قاعدين مع بعض في دار الارقم، هم اللي خرج منهم خلفاء العالم، هم اللي خرج منهم الرجالة اللي قادت حركة التغيير وحركة نشر الاسلام في العالم. يبقى اذا النهارده انا جاي اكلمكم عن وليمه ثمينه قوي، اوعوا تضيعوها. النهارده انا جاي اكلمكم عن صفقه رابحه قوي، اوعوا تضيعوها. انا جاي اكلمكم النهارده يا جماعه باذن الله سبحانه وتعالى عن قيام الليل. انا عايزك انت تسخن مع نفسك بقى، انا عايزك انت تركزي مع نفسك. يعني ايه؟ يعني انا عايزك انت تتفاعل مع كل آية هتسمعها، مع كل حديث للنبي عليه الصلاة والسلام تسمعه. انا متعجب والله يا اخواني، متعجب. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقسم الثغور ما بين اصحابه، دول هيمسكوا السرايا، دول هيمسكوا جمع الزكاة، دول ثغر ايقاظ الناس لقيام الليل. الرسول ما سابوش لحد، الرسول هو اللي مسكه. ازاي؟ هنعرف الوقت باذن الله سبحانه وتعالى. ولكن انا عايز اقول لكم في البداية وداعا رجب، وداعا رجب. الواحد بيقولها يا جماعة وقلبه ممكن يتقطع فيها، يا خسارة، يا خسارة على شهر رجب. النهاردة 24 رجب تقريبا، 24 رجب، وداعا رجب يا جماعة. ما عادش فيه غير 6 ايام بس. الايام اللي جاية ديت انتوا عارفين انا حاسس فيها باحساس ايه بالظبط. الجمعة جاية شعبان ان شاء الله، يعني الجمعة جاية هنتكلم عن شعبان باذن الله، يبقى 1 شعبان. عارفين انا حاسس باحساس ايه؟ احساس اب ابنه بيسافر طول السنة برة وبيجي لابوه شهر 1 في السنة بس، فابوه مستني ان ابنه يجي ومشتاق ان ابنه يجي، ولكن وهو ابنه جاي فرحة ابوه ان ابنه جاي ممتزجة مع خوف ابوه من اللحظة اللي ابنه هيقول له مع السلامة فيها. من هنا ورايح يا جماعة، رجب جه رجب راح، شعبان جه شعبان راح، ليلة النص جت ليلة النص راحت، رمضان جه رمضان راح، العشر الاواخر جم العشر الاواخر راحوا، ليلة القدر جت ليلة القدر راحت. للأسف الشديد على قد فرحة الواحد بالمواسم اللي احنا داخلين عليها، على قد خوف الواحد من اللحظة اللي هيتقال فيها رجب مع السلامة، شعبان باي باي مع السلامة خلاص، رمضان عليه العوض مستنيينه السنة الجاية يجي بقى. يا اخواني في الله، رمضان السنة دي هيبقى الليل بتاعه 7 ساعات ونص، 7 ساعات ونص. انت متخيل؟ ده مش من العشاء للفجر، ده من المغرب للفجر، يعني 7 ساعات ونص انت هتاكل فيهم وهتشرب فيهم وهتنام فيهم وهتروح تصلي المغرب والعشاء فيهم وهتصلي تراويح فيهم. هنتهجد امتى يا جماعة؟ هنقوم الليل امتى يا جماعة؟ اللي مش هيتعود على قيام الليل من الان للأسف الشديد صعب ان هو يغتنم رمضان اغتنام حقيقي. عشان كده عايزين نبدأ نتكلم بقى، نتكلم يا جماعة عن قيام الليل مع بعض. عايزين نبدأ نتكلم الاول قد ايه الصحابة كانوا بياخدوا قيام الليل حياة وموت. يعني ايه حياة وموت يا اخوانا؟ لما عباد بن بشر وقف يدافع عن الجيش، لما عباد بن بشر وقف يحرس الجيش المسلم وهو نائم، وجي راجل مشرك ورماه بسهم، عباد بن بشر كان يقوم الليل بصورة الكهف، السهم غرز في جسمه، عباد نزع السهم وكمل قيام الليل. الراجل مسك سهم تاني ورماه على عباد بن بشر، السهم غرز في جسمه، ممكن كسر له ضلع، ممكن دخل في لحم، ممكن نزف دم، ممكن قطع له عضله، ممكن عمل له تهتك في اربطه، ممكن كسر له عظمه تانيه. انا عايزك تتخيل عباد بن بشر يغرز السهم تاني ينزعه من لحمه ودمه ويكمل قيام الليل. المشرك مسك سهم تالت ورمى عباد بن بشر،
عباد ابن بشر شال السهم من جسمه وكمل قيام الليل لحد ما خش انه يموت, فايقظ واحد من الصحابه يكمل مكانه. انا عايز اقول لك ايه, عايز اقول لك يبقى قيام الليل بالنسبه لهم كان حياه وموت يا جماعه. اللي بيتضرب بسهام ومصمم انه يكمل العباده يبقى حياه وموت. ابو مسلم الخولاني لما كان يمسك كرباج في المكان اللي بيقوم الليل فيه, ولما رجليه تورم من طول القيام يمسك رجليه يجلدها بالكرباج ويقول لها قومي, أيحسب أصحاب محمد أن يسبقونا إليها على الحوض, والله لنزاحمنهم عليه حتى يعلموا أنهم قد خلفوا وراءهم رجالا. يبقى هو اعتبر أن الرجولة هي إيه؟ قيام الليل. يبقى هو اعتبر أن البطولة هي إيه؟ قيام الليل. يبقى هو اعتبر اللي هيوصله للنبي عليه الصلاة والسلام ويخليه يقف جنب الصحابة على الحوض هو إيه؟ قيام الليل. كان بيجلد رجليه, كان بيكربج رجليه عشان قيام الليل. عباد ابن بشر يضرب بالسهام ومصمم يكمل, وابو مسلم الخولاني يكربج رجليه يقول لها قومي فوالله لأزحفن بك زحفة حتى يكون الكلل منك لا مني. يبقى إذن قيام الليل ده يا جماعة بالنسبة للصحابة والسلف كان قضية حياة وموت. ابو مسلم الدوراني بيقول لك انه كان بيمكث في الآية الواحدة 4 ليالي أو 5 ليالي. ثابت البناني يقول لك جاهدت وكابدت قيام الليل سنة وتلذذت به 20 سنة. في رواية كابدت قيام الليل 20 سنة وتلذذت به 20 سنة. ايه العبادة اللي ممكن عالم من العلماء يسخر 20 سنة من عمره عشان يجاهد فيها؟ ايه العبادة اللي ممكن عالم من علماء الأمة يسخر 20 سنة من حياته, يوظف 20 سنة من عمره عشان العبادة دي بس؟ يبقى العبادة دي ايه؟ يبقى العبادة دي لو جت كل الفتوحات هتيجي بعدها قد ايه؟ يبقى العبادة دي لو انت نجحت فيها هتبقى نجحت في كل حاجة بعدها قد ايه؟ هنتكلم يا اخوانا عن ازاي النبي عليه الصلاة والسلام كان بياخد قيام الليل قتال يا جماعة, قتال عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام من اعجب ما قرأت في الاحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام, النبي لما كان طولة الليل بيجي, طولة الليل يا اخوانا طولة الليل, يعني الواحد ممكن مرة مثلا حاول يصحي اخ لي في قيام الليل, حاول يوقظ اخ لي قيام الليل, ومعتقد ان دي النبي كان بيخرج من بيته لما طولة الليل يجي ويصرخ في شوارع المدينة المنورة ويقول يا ايها الناس اذكروا الله اذكروا الله, جاءت الراجفة تتبعها الرادفة, جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه. متخيل النبي عليه الصلاة والسلام واقف يصحي الناس لقيام الليل بنفسه, ينزل يفوت على علي وفاطمة, يخبط على الباب, يخبط على الباب. يعني الواحد مستغرب يا جماعة, يعني هو ممكن حد يخبط على حد قبل الفجر بساعتين عشان يصحيه؟ يخبط على الباب يقول لهم ألا تصليان, انتوا ازاي نايمين؟ ينادي ايقظوا صواحب الحجرات, صحوا امهات المؤمنين, ماذا انزل الليلة من الخزائن وماذا انزل الليلة من الفتن, صحوا امهات المؤمنين يصلوا قيام ليل, صحوا علي وفاطمة يصلوا قيام ليل. ينزل يدور في شوارع المدينة في جوف الليل ويجي تاني يوم يقول له يا ابا موسى, ابو موسى الاشعري, لو رأيتني وانا استمع اليك البارحة, يا ابو موسى لو رأيتني وانا امبارح دموعي نازلة من عيناي وانا امبارح التأثر متملك مني وانا بسمع القرآن منك في قيام الليل. ويقول لابو بكر يا ابا بكر مررت عليك البارحة فوجدتك تخفض صوتك في قيام الليل, يا عمر مررت عليك البارحة فوجدتك ترفع صوتك في قيام الليل. النبي عليه الصلاة والسلام, عارفين يا جماعة مباحث أمن الدعوة, النبي عليه الصلاة والسلام كان بيلف في طرقات المدينة يشوف مين اللي بيصلي ومين اللي ما بيصليش, مين اللي بيقوم الليل ومين اللي ما بيقومش الليل. تخيل كده شيخ محمد حسان ولا الشيخ ابن باز رحمه الله تلاقيه جاي لك بالليل يحط ودنه كده جنب الشباك بتاعك ويخبط عليك ويقول لك اصحى قوم الليل. طب تخيل بقى النبي بنفسه اللي كان بيعمل كده, النبي بنفسه عليه الصلاة والسلام
ويجيب عبد الله بن عمرو بن العاص يقول له لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. عبد الله بن عمر يشوف رؤيا جهنم يقول لأخته السيدة حفصة أم المؤمنين يقول لها نعم العبد أبا عبد الله لو كان يقوم من الليل كان ممكن يقوم لحد ما رجليه تتفطر، كان ممكن رجليه لحد يقوم لحد ما رجليه تتشقق، كان ممكن يقوم لحد ما رجليه تورم عليه الصلاة والسلام، كان ممكن يقوم الليل كله بآية واحدة عليه الصلاة والسلام، كان ممكن يبكي في قيام الليل لحد ما صدره ولحيته والأرض يتبلوا من دموع النبي، الدموع الطاهرة للنبي عليه الصلاة والسلام. انتوا متخيلين معايا يا جماعة النبي هو بيقول إني لا أعرف منازل الأشعريين من صوتهم في قيام الليل بالقرآن وإن لم أرى منازلهم بالنهار. النبي نازل يشوف مين من القبائل اللي وافدت على المدينة اللي بيصلي قيام ليل ومين اللي ما بيصليش قيام ليل. النبي كان بيراقب العبادة دي بنفسه، يبقى يقينا النبي يعرف إن اللي هيقوم الليل هو اللي هيبقى راجل، اللي هيقوم الليل هو اللي هيتربى، اللي هيقوم الليل هو اللي هيوصل لربنا. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان بيراقب أبو بكر وعمر نفسهم في قيام الليل. يبقى النبي يا إخواني في الله كان واخد قيام الليل قتال، النبي كان مريض سليم كان بيقوم الليل، النبي كان في سفر في حضر كان بيقوم الليل، النبي مهما كانت الظروف كان بيقوم الليل. النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي علم الصحابة والصحابة هم اللي علموا السلف ان قيام الليل ده قضية حياة او موت، ان اللي ما بيقومش الليل ده محروم يا جماعة، اللي ما بيقومش الليل ده غلبان يا اخواني. قرأت امبارح حديث اول مرة فكر فيه ولكن كان هيجنني، يعني حديث انا اول مرة فكر في الدلالة بتاعته. النبي بيقول لك ايه عليه الصلاة والسلام، هو له كذا حديث وكذا رواية، رواية عقبة بن عامر بيقول لك حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقوم الليلة يعالج نفسه الى الطهور. يعالج نفسه ديت اي حد بيقوم الليل يجربها، انك قايم يا مش قادر، هل كان طول النهار تعبان وبتعالج في نفسك بتقوم نفسك بالعافية وعليه عقد الشيطان عامل له سحر رابط عليه ومن شر النفاثات في العقد الشيطان عامل له عقد، فاذا وضأ وجهه انحلت عقده، فاذا وضأ يديه انحلت عقده، فاذا مسح رأسه انحلت عقده، فاذا وضأ رجليه انحلت عقده. اسمع، فيقول الله لملائكته الذين وراء الحجاب يا ملائكتي انظروا الى عبدي يعالج نفسه الى الطهور، يسألني ما سألني عبدي فهو له. اللي شدني في الحديث يا جماعة، اللي شدني في الحديث انها تخيلت كده ان انت قايم بالليل تصلي وتعبان وما انتش عارف ان من فوق سبع سماوات الملائكة كلها واقفة تتفرج عليك وان ربنا سبحانه وتعالى يجمع الملائكة. انت متخيل ان انت قاعد في اوضة لوحدك ومفكر انك لوحدك وانت منصور بكاميرا والكاميرا عارضة صورتك على شاشة كبيرة جدا قدام جمهور كبير جدا وكلهم قاعدين يتكلموا عنك، انت ما انتش حاسس بالمنظر ده، انت مش حاسس انك انت قايم بتقاتل عشان تقف على رجليك وربنا من فوق سبع سماوات جمع الملائكة وبيقول لهم يا ملائكتي انظروا الى عبدي، بصوا كده وتأملوا بيعمل ايه، بصوا هو بيغسل وشه بيغسل ايديه حركة حركة من حركات، بصوا هو رفع ايده وبيسألني يا ملائكتي ما سألني عبدي فهو له. حديث تاني عن النبي عليه الصلاة والسلام، ان الله يضحك، ان الله يضحك، يعني انت واقف بتقوم الليل وربنا من فوق سبع سماوات بينظر لك ويضحك. يا ربي الحديث ده يا جماعة ما يخلكش تموت نفسك عشان تقوم الليل، ان قيام الليل ده في حوار مهول بيحصل في الملأ الاعلى بسببك انت، انت واقف وما انتش حاسس وممكن تكون في كرب وقعد تقول يا رب وممكن تكون خايف على قلبك وبتقول يا رب ثبتني وانت ما انتش حاسس ان الدنيا مقلوبة وسط الملائكة بسببك وان انت عامل عند الملائكة زي النجم في السماء بالنسبة لنا احنا وكلهم قاعدين يتفرجوا عليك
وربنا من فوق سبع سماوات بيضحك لك انت مخصوص، وربنا سبحانه وتعالى بيقول للملائكة إن الله لا يضحك إلى رجلين، الأول رجل قام في ليلة باردة عن لحافه ودثاره، ساب مراته وساب الفرج وساب فقام في ليلة باردة يصلي بين يدي الله سبحانه وتعالى، فيقول الله يا ملائكتي يا ملائكتي ما الذي أقامه عن لحافه ودثاره وفراشه، اللي خلاه يسيب اللحاف والدثار والفراش ويقوم يصلي؟ فتقول الملائكة يا رب رجاء فيما عندك ورهبة مما عندك، فيقول الله فإني قد أعطيته ما رجا وأمنته مما يخاف. وانت يا عيني ماسك المصحف وقعد تقرأ او قاعد تدعي او قاعد ساجد وانت مش حاسس، وربنا بيكلم الملائكة والملائكة بيكلم ربنا والملائكة بيكلم بعض، وكل ده بسببك انت، وكل ده عشانك انت، وكل ده على شرفك انت. عرفته ليه؟ ان جبريل قال للنبي عليه الصلاة والسلام واعلم ان شرف المؤمن قيامه بالليل، يا دي الشرف يا جماعة، يا دي الشرف. حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام اما قرأته اشتاق قلبي لكل سجدة في التلت الاخير ان ربنا اعانك عليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون، احنا عارفين اقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، لا اسمع بقى، اقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الاخر. عايز تعيش مع تجليات اسم الله القريب قوم الليل، اقرب ما يكون الرب من عبده وهو في جوف الليل الاخر. فان استطعت ان تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. يعني ايه؟ يعني اجمع حديث اقرب ما يكون الرب من عبد اسم الله القريب، تجليات اسم الله القريب تطلع عليك في قيام الليل. شوف قرب ربنا منك يعمل لك ايه في قيام الليل في جوف الليل الاخر. طب وحديث اقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد؟ عشان كده يا سيدي بقى، عشان كده يا سيدي بقى سجدة التلت الاخير دي ملهاش حل. ليه؟ لانك وانت ساجد اقرب ما تكون الى الله، والتلت الاخير اقرب ما يكون الله اليك سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى يعني بلا تكييف ولا تمثيل. فتخيل اقرب لحظة بينك وبين ربنا في الحياة في سجود التلت الاخير من الليل. عشان كده في سورة السجدة اللي اتكلمت عن اعظم سجدة بيسجدها المؤمن بين ايدين ربنا جابت قيام الليل، وربنا سبحانه وتعالى بيكلمك وبيكلمك وبيقول لنا جميعا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. سورة السجدة اتكلمت عن قيام الليل، أعظم سجدة هتسجدها في حياتك. اطلبي فيها اللي انت عايزاه، اطلب فيها اللي انت عايزه يا اخوانا. سبحان الله العظيم، اما اتكلمنا عن الاستغفار من اسابيع، واحد بيقول لي رزقت حمل بسبب الاستغفار، واحد بيقول لي الاستغفار طلع بيجيب حج، اللهم لك الحمد، طلع بيجيب حج، حج السنة دي ان شاء الله ربنا اذن. وواحد الناس سبحان الله العظيم كل شوية اسمع حاجة عن الاستغفار، حاجة عن الاستغفار، وانا نفسي في حياتي مجربة. امال يا جماعة استغفار التلت الاخير من الليل ده يبقى شكله ايه؟ امال يا اخوانا لما تقول سيد الاستغفار وانت ساجد في اقرب سجدة بينك وبين ربنا يبقى شكلها ايه؟ عايزين نعيش مع ثمار قيام الليل. قيام الليل ممكن يعمل لنا ايه؟ قيام الليل ممكن يغير في حياتنا ايه؟ قيام الليل يا اخوانا نفسك ربنا يستجيب دعائك، نفسك في دعاء مستجاب يا اخي، ما عندكش مشاكل يا اخوانا، احنا مستغنيين كده ليه يا جماعة؟ ده احنا حياتنا كلها مصايب مش مشاكل، ده احنا حياتنا كلها مشاكل مادية ومشاكل اجتماعية ومشاكل دينية ومشاكل ايمانية ومشاكل اخروية ومشاكل. يا اخوانا ده احنا يعني والله يا اخواني انا امبارح وانا نايم كده انا قاعد افكر ايه الدنيا دي يا ربي؟ هو الدنيا ربنا خلقها كده عشان لما نموت ما نشتاق لهاش مرة؟
الدنيا دي عاملة كده ليه؟ كرب في كرب، احبابك كلهم مبتلين، انت كل شوية تلاقي الدنيا فيها مشاكل، دنيا متقلبة، لو ادت لده النهاردة هتاخد منه بكرة، ولو عفت ده بكرة هيجيله مرض مهول بعد بكرة، ولو دنيا بشعة يا اخواني، الدنيا ملعونة والعياذ بالله. فالواحد يعني بيفكر كده، حياتنا كلها مشاكل، ننجو من المشاكل دي ازاي يا اخواننا؟ الدعاء يا جماعة، تفكر كده معايا، لو كان ربنا ما بيتنزلش كل ليلة ويقول هل من سائل الفواطية، هل من مستشف فأشفية، هل من مستدفع للضر فأدفعه عنه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه؟ تخيل لو كان ربنا ما بيتنزلش كل ليل، لو ربنا كان بيتنزل كل 3 شهور مرة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش أن الله يتنزل في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من سائل، لا النبي قال أن ذلك يحدث كل 3 أشهر مرة. تخيلوا كده، الشوارع كانت هتتقفل في قيام الليل كل 3 شهور قد ايه؟ تخيلوا الليلة اللي كل 3 شهور دي الناس ما كانش حد هينام، الناس كانت هتعمل فيها زي ليلة 27 بالظبط، الناس كانت هتعمل فيها زي ليلة 27 بالظبط لما الناس مقفلة الشوارع في قيام الليل. طب يا رب ليه ربنا ما قالش انه بيتنزل كل 3 شهور؟ ليه ربنا قال انه بيتنزل كل ليلة؟ عارف ليه؟ لان لو كان ربنا ما بيتنزلش كل ليلة كانت بقت مصيبة، لانك محتاجه كل ليلة. هي دي المشكلة يا جماعة، انك تكتشف انت محتاج ربنا قد ايه، انك تكتشف انك انت عندك مشاكل في حياتك قد ايه، انك انت تفهم ساعتها قيمة دعاء الثلث الاخير من الليل شكله ايه. انا بتخيل كده لو جم في كوكب تاني وقالوا لاهل الكوكب التاني ان ربنا قال لاهل الارض انه بيتنزل في الثلث الاخير من الليل، فيقول هل من سائل؟ يا نهار ابيض، انا والله يا اخواني ما انا متخيل، انت مصدق ربنا؟ انت مصدق الحديث ده؟ انت عايز تقنعني، انت عايز تقنعيني ان انت مصدقة ان الصمد القيوم رب العرش العظيم بيتنزل في الثلث الاخير من الليل كل ليلة ويقول لك هل من سائلة فاعطيها، هل من مستشفية فاشفيها، هل من تائبة فاتوب عليها، وما بتقوميش الليل؟ انا بالنسبة لي انا مش مصدق اخوانا، انا مش مصدق ان في حد مصدق الحديث ده وما بيقومش. اللي مصدق الحديث ده لا يمكن ما يقومش، لان دي فرصة عمرك اصلا، دي فرصة عمرك، انت كل ليلة فرصة عمر بالنسبة لك. لو جم لأهل كوكب تاني وقالوا لهم ان ربنا قال لأهل الارض انه بيتنزل في الثلث الاخير من الليل ويقول هل من سائل فأعطية، فجي واحد من كوكب التاني يزورنا قبل الفجر بساعة وهو موقن ان لا يمكن ولا واحد من اهل الارض نايم، ليه؟ مش ممكن. فجي لقى كل الناس نايمة، لقى كل اهل الارض نايمين، هيقول علينا ايه؟ يا اخوانا احنا بنزرع بالليل وبنحصد بالنهار، يا اخوانا اللي مالوش ليل مالوش نهار، عشان كده ربنا جعل سورة المزمل في ترتيب المصحف قبل ترتيب سورة المدثر، لان المزمل بالليل ويوم المؤمن بيبقى بالليل قبل المدثر بتاعت النهار، واللي هيقوم الليل ربنا هيفتح عليه بالنهار وهيفتح له ابواب فضله ورحمته بالنهار. يبقى احنا يعني زمان لما كان حد ينزل القاهرة فيقولوا له انت عندك المصلحة الفلانية في رمسيس، والمصلحة الفلانية مش عارف فين، والمصلحة الفلانية مثلا روكسي، والمصلحة الفلانية مصر القديمة، فالناس اتبهدلت، فقاموا عاملين مجمع ضخم اسمه مجمع التحرير، قالك اللي هينزل مصر كل المصالح بتاعته في مجمع التحرير، يبقى جمعوا له المصالح، اهو قيام الليل مجمع التحرير بتاعنا يا اخوانا، كل اللي انت عايزه بين ايديك في مجمع التحرير يا اخوانا. هو اللي نازل الصبح رايح يقضي المصلحة بتاعته ومعاه تأشيرة وزير زي اللي نازل يقضي المصلحة بتاعته من غير اي حد معاه؟ طب تخيل انت بقى بين ايدين ربنا طلبت منه الطلب ونازل بالنهار رايح له، هيبقى التيسير شكله ايه يا اخوانا؟ في ناس اتجوزت بقيام الليل، في ناس خلفت بقيام الليل، في ناس شفيت من امراض لفت جمهورية مصر العربية عشانها، شفيت منها قبل ان ينفجر الفجر.
قبل ان ينشق عمود الصبح كان ربنا شفاها منها في قيام الليل. في ناس ربنا فرج عليها فرج مبين في قيام الليل. قيام الليل ده معجزات في إجابة الدعاء. عايز ربنا يستجيب دعائك، شوف قيام الليل بتاعك، شوف انت محتاج ايه من ربنا. كفاية استغناء بقى، مستغنين عن ربنا كده ليه؟ هيحصل فينا ايه اكتر من اللي حاصل الوقت في البلد واللي حاصل في الناس الوقت؟ هيجي امراض اشد من اللي موجودة ايه، هيجي مشاكل اشد من اللي موجودة ايه، عشان تبدأ تقوم الليل بقى، عشان تعرف قيمة اجابة الدعاء بتاع قيام الليل. سبحان الله العظيم، سبحان الله. يعني قيام الليل ده يا جماعة اختيار يا جماعة، لو انت عايز ربنا يختارك، لو عايز ربنا يستفيق قوم الليل. ربنا بيقول لك ايه؟ يا ايها المزمل قوم الليل الا قليلا. يا ايها المزمل، مين المزمل ده؟ محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. طب يعني اشمعنى يا رب؟ اشمعنى محمد يا رب؟ اشمعنى العبد الفقير المسكين اللي قاعد في غار 2 متر في 3 متر في ارتفاع جبل ساعة ونص عشان تطلع له، بينه وبين مكة بلد 4 كيلو متر، وقاعد لوحده في الضلمة وقال له اشمعنى ده يا رب؟ اشمعنى المزمل ده يا رب؟ يا ايها المزمل قم الليل. يا رب ده انت لو كنت نزلت الرسالة دي على كسرى كان نص العالم دخل في الاسلام في اول يوم، لو كنت نزلت الرسالة دي على قيصر كان الاسلام انتشر في العالم في اسبوع واحد، لو كنت نزلت الرسالة دي على فيلسوف عالمي او مفكر عالمي كان العالم انبهر بالاسلام في اسبوع واحد. يا رب اشمعنى ده يا رب؟ يا جماعة ربنا ما بيختارش اي حد يا اخوانا، ربنا ما بيصطفيش اي حد يا جماعة. قيام الليل ده اصطفاء. انتوا فكركم ان احنا فينا ناس امبارح قامت الليل وناس اللي امبارح ما قامتش الليل؟ انت فكرك ان اللي ما قامش الليل ده ما قامش لانه كان نايم متأخر، ولا ما قامش لانه تعبان فما قدرش، ولا ما قامش وفكرك اللي قام الليل لانه كان عامل حسابه؟ يا ابني ده قام لان ربنا قومه، وده نام لان ربنا ما قوموش، دي قامت لان ربنا اقامها. انت ساعات تظبط 10 منبهات وما تصحاش، وساعات يعني مرة يعني سبحان الله العظيم يعني حد من الناس ربنا ارسل له نملة قعدت ساعتين تقطع في رجليه لحد ما لحق قيام الليل. هو ربنا يا ابني لو اراد انه يقصك هيقصك، لو اراد انه يقومك هيقومك، لو ارادك لاقامك سبحانه وتعالى. يبقى يا ايها المزمل اعرف بقى ان قيام الليل ده اصطفاء من ربنا. اعرف بقى زي ما قلنا الوقت كده السبعة تمانية اللي في استقبال ملك البلاد لما يختار هيختار منهم. يعني ربنا لو اختار من اللي قاعدين قدامي دول دعاه بكرة هيختار مين؟ لو ربنا اختار من دول مجاهدين بكرة هيختار مين؟ لو ربنا اختار من دول علماء بكرة هيختار مين؟ لو ربنا اختار من دول يعني لجواري في الفردوس الاعلى هيختار مين؟ اكتر ناس تقوم لله في جوف الليل، في جوف الليل مجمع الفتوحات كلها. عايز ايه؟ نفسك في ايه؟ يا ايها المزمل، يا ايها المزمل قم. يا ايها المزمل، المزمل ده يا اخوانا مش كلمة مدح، يعني مش مدح لحد ان ربنا يقول له المزمل. المزمل ده يعني واحد متكلفت في يعني واحد ملفوف في بطانية، واحد بردان او بيرتجف وملفوف في بطانية وربنا يقول يا ايها المزمل. عشان قارن اول آية باخر آية بقى، اخر آية اول آية يا ايها المزمل النبي عليه الصلاة والسلام ملفوف في بطانية، اخر آية ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل. الله اكبر الله اكبر. اول آية منظر النبي عليه الصلاة والسلام ونايم، واخر آية منظر النبي ورجليه متشققة ورجليه ورمة زي ساق النخلة من طول القيام بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. شفتوا القرآن بيغير قد ايه؟ شفتوا الارتباط بالقرآن بيفرق مع الانسان قد ايه؟ ده اثر القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام، ده اثر كلام الله على رسول الله. الفرق بين اول آية واخر آية يديك امل كبير قوي ان احنا ممكن نتغير يا جماعة، ان احنا المزملين كل ليلة اللي هو احنا، ان احنا ممكن نتغير، ان احنا ممكن نوصل لمستوى تاني، بس لو سلمنا قلوبنا للقرآن، لو سلمنا نفسنا للقرآن. عشان كده اول آية يا ايها المزمل، يا ايها نداء تعظيم، يا اللي ما انتش عارف قيمتك، يا اللي ما انتش عارف قدرك،
يلي ما انتش عارفة انت لو قمتي ربنا هيغير بيكي في الواقع قد ايه. اوعى تستقل بقيمتك، اوعى تستقل بالفتح اللي ربنا ممكن يفتحه عليك في دينك، اوعى تستقل بالمقام اللي ربنا ممكن يرفعك ليه. يا ايها المزمل، انت مزمل بس انت لا تدري لو قمت هيحصل في الدنيا ايه، لا تدري لو قمت هتغير في الدنيا ايه، لا تدري لو قمت مرضى بالسرطان الوقت في مستشفيات اوروبا وامريكا لو ماتوا على الكفر هيخلدوا في جهنم، هينقذ مصيرهم بسببك قد ايه. ما انتش عارفه لو قمتي متبرجات، النبي عليه الصلاه والسلام قال عنهم العنوهن فانهن ملعونات، هيبقوا تقيات ورعات بسبب قمتك قد ايه. يا ايها المزمل قم، قوم فعل امر، لانك انت ما انتش داخل مستشفى امراض نفسيه. في شباب كتير بيدخل الدين كانه مستشفى امراض نفسيه، انت داخل جيش يا ابني. يا اخوانا مين اللي قال لكم ان الدين لعبه؟ يا اخوانا ممكن واحد يقول لك قيام الليل، قيام الليل ده موضوع كبير، احنا كان ممكن نتكلم عن موضوع ابسط من كده شويه. يا ابني ابدا صح، يا بنتي ادخلي الدين داخله صح. يا اخوانا بلاش ندفع عمرنا تمن للفهم. انا مش متخيل واحد ممكن يجي وهو بيموت يقول الحمد لله انا قعدت 5 سنين بعيد عن اخواني لحد ما وقعت على رقبتي وعرفت بعد 5 سنين قيمة الاخوة، وقعدت 7 سنين شغال في الدعوة بس لوحدي لحد ما لقيت مفيش اي ثمرة للشغل الفردي فعرفت ان قيمة التعاون مع اخواني، وقعدت 6 سنين ما بقومش الليل لقيت حياتي ما فيهاش اي بركة لحد ما فهمت قيمة قيام الليل. الحمد لله يا جماعة، انا صحيح ما نفذتش حاجة من الكلام ده بس انا فهمت يا جماعة، انا بموت وانا فاهم. يا سلام يا ابني ما تدفعش عمرك تمن للفهم، يا ابني صدق ربنا، نفذ كلام ربنا من اولها. يا ايها المزمل قم الليل، يبقى قم الليل، ما تقعدش بقى تزوخ في نمط الالتزام بتاعك. قم الليل الا قليلا، نصفه او انقص منه قليلا. متخيلين يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام معاه صفحة قرآن 3 سطور من سورة اقرأ و3 سطور من المدثر و3 سطور من المزمل، يعني ما يجوز صفحة قرآن، وربنا بيقول له نصفه او انقص منه قليلا. اصلي بيه يا رب بدول ازاي يا رب؟ عيش يا ابني، يا ابني عيش يا ابني. الجزء اللي بيتقرف ساعة في صلاة التراويح في رمضان كان بيقعد سنة ينزل على الصحابة، والصحابة يفضلوا يقوموا الليل به سنة كاملة، عشان كده المعاني غرزت في قلبهم، عشان كده تربوا على المعاني في قلبهم. يبقى القضية مش قضية ان انا قاعد اقرأ رارة، القضية قضية ايه اللي دخل في قلبي. سبحان الله العظيم، من الحاجات العجيبة جدا، الحاجات العجيبة جدا ان ربنا وبيتكلم عن قيام الليل يتكلم عن مشهد غريب جدا من مشاهد الدار الاخرة. يقول لك وربنا بيتكلم عن قيام الليل في الايات اللي احنا بنتكلم فيها، ربنا يقول لك ان لدينا انكالا وجحيما. الله، ربنا بيتكلم عن قيام الليل يا جماعة، وفي وسط ايات قيام الليل وبعد ايات قيام الليل ربنا يقول ان لدينا انكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا اليما، يوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلة. يعني ايه يا جماعة؟ ربنا بيقول ان لدينا انكالا، النكل ده لجام الحمار، يعني والعياذ بالله في ناس بتمسخ يوم القيامة بهائم، في ناس والعياذ بالله بتنسخ يوم القيامة بهائم يا اخوانا، يعني اللي معاش اللي ربنا تنزل له وهو ما قدرش يقدر ده معناه ايه. يعني تخيل انت في بيتك رئيس الجمهورية ركب يعني رئيس جمهورية بقى بجد كده ولا حاجة، ركب العربية بتاعته ونزل من القصر الجمهوري وجالك لحد بيتك وخبط عليك الساعة 3 بالليل، ليه؟ عايز اشوف هو محتاج مني حاجة ولا ايه. فزوجتك بتقول لك رئيس الجمهورية جالك، قولي له تعبان مش قادر، انا شقيان طول اليوم مش قادر. ممكن ينزل لك تاني؟ لا يمكن. طب تخيل لو نزل لك تاني ليلة بيخبط الساعة 3 بالليل، مراتك بتقول لك قولي له تعبان مش قادر، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ده جاي عشان يقول لك انت محتاج ايه، جاي عشان يشوف طلباتك، مش قادر تعبان. تخيل بقى ان ربنا السنه اللي فاتت دي تنزل ليك 365 مره، مفيش ولا ليله ربنا لا يتنزل فيها، وكل ليله ما بتقومش وبرضه يتنزل لك الليله اللي بعدها ويظل ينادي عليك
سبحانه وتعالى. طب تخيل بقى للعرض ده ولا عمل في حاجة، دول ايه يا جماعة؟ هو ده بني ادم يا اخوانا؟ ان لدينا انكالا، ربنا بيقول لك انا ممكن انكل باللي عرض عني، والنكل ده لجام الحمار يعني، او جزء من لجام الحمار يعني. في ناس بتمسخ بقائم في جهنم لانها والعياذ بالله في الدنيا ما كانتش بتعقل اصلا في علاقتها بالله. امبارح واحنا في جولة من الجولات يعني، فالشباب كده يعني بقول له يا ابني يا ابني لو انا المغني فلان الفلاني، قال لا كان حصل ايه في المنطقة دي؟ قال لي كانت الدنيا تلبت. قلت له طب يا ابني انا واحد بكلمك عن ربنا، انا مش المغني فلان اللي جاي يخطفك من طريق ربنا، اللي جاي بناك عن ربنا. المفروض الانسان يفكر في ده تفكير شكله ايه، هو ده تعظيم شخص ولا تعظيم الله اللي الشخص ده بيتكلم عنه، اللي الشخص ده جاي يتكلم عن جلاله. ان لدينا انكالا وجحيما، الجحيم النار، بس النار ما تتسماش جحيم الا لو فيها اربع حاجات. الحاجة الاولانية انها نار عظيمة شديدة الالتهاب، الحاجة التانية انها نار عميقة جدا يعني في حفرة عميقة، الحاجة التالتة انها ضيقة جدا يعني الحفرة ضيقة، الحاجة الرابعة ان النار مسلطة على الاجساد زي بتاع لحام الاكسجين كده، زي بتاع الحديد اللي بيكوي نقطة معينة في الحديد كده بالنار، نار مسلطة على الاجساد. وجحيما، وربنا جابها نكرة للدلالة على التعظيم، وجحيما وطعاما ذا غصة. تخيل اكل يقف في الزور، لا ينفع يطلع ولا ينفع ينزل. يعني احد اخواني مرة دخل عمل عملية جراحية، بياكل حتة لحمة حتة عظمة وقفت في زوره، دخل عمل عملية جراحية ورحنا نزوره في المستشفى، قاعد يوصينا قبل ما يدخل كأنه هيموت، ده عشان حتة عظمة يا اخوانا. لو بتاكل سمكة وحتة بتاع وقفت في زورك بتنزل المستشفى عشان يشيلوها لك. يعني طعاما ذا غصة، تخيل دي شكلها ايه في جهنم. وعذابا أليما، يا رب والطعام اللي ذا غصة مش عذاب، يا رب والجحيم مش عذاب، يا رب يا الأنكال مش عذاب. يا اخوانا المنوه بتاعت قائمة التعذيب في جهنم أكبر مما نتخيل، المنوه بتاعت أصناف التعذيب لا تتخيل. وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال، الأرض والجبال بترتجف من الرعب، وهي مش مكلفة، وهي ما وراهاش نار وجنة، وهي مش هتعدي من على الصراط، وهي مش هتعرض على الله، وهي ملهاش صحيفة تتحط في الميزان. أمال اللي وراه كل ده يرتجف قد ايه؟ يوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلة. قلت سبحان الله، يعني سورة المزمل بعد ما اتكلمت عن القيام، اتكلمت عن القيامة، كأن المعنى لو انت مستخسر انك تقف ساعة بين ايدين ربنا في جوف الليل، انت بتتعب نفسك في وقفة 50,000 سنة. يعني وفري على نفسك وقفة 50,000 سنة بوقفة نص ساعة قبل الفجر كل ليلة بين ايدين ربنا، اما القيام واما القيامة، اما القيام واما القيامة. يا اخوانا قيام الليل ده صاروخ، عارف يعني ايه؟ عارف يعني واحد وهو بيقوم الليل كده انت ركبت صاروخ تلحق بيه الصالحين، ركبت صاروخ تنطلق بيه في ركب الصالحين. طيب اللي نام بقى، صح انت تاني يوم الصبح بعد ما راح عليك قيام الليل، صحيت على اذان الفجر واخوك قام الليل، شوف هو سبقك في الطريق الى الله بقى ايه، شوف هو قطع من الطريق الى الله وفي الطريق الى الله وفي الطريق الى الجنة قد ايه، وانت ما انتش دارس، وانت نايم، وانت صحيت على الفجر وراح منك اخطر ساعة في اليوم بتاعتك كله، اخطر ساعة في اخطر عبادة، وهي عبادة قيام الليل. يعني ايه يا اخوانا؟ حديث خطير قوي عن النبي عليه الصلاة والسلام. كلمتكم انا من حوالي شهرين عن تحفيظ القرآن، وكلمتكم عن حديث اقرأ وارتقي ورتل، ان كل آية بتحفظها بدرجة في الجنة. وسخنا مع بعض يوميها على ان احنا كلنا لازم القرآن يبقى في صدورنا نحفظه باذن الله سبحانه وتعالى. اسمع بقى الحديث ده، النبي عليه الصلاة والسلام وبيقول لك من قام الليلة بعشر آيات كتب له قنطار من الجنة. جميل جدا، النبي بيقول لك 10 آيات بس، دي الواقعية يا جماعة. يعني عشان لما تصحى تلاقي باقي ربع ساعة على الفجر ما تزعلش يا ابني، الحق ان شاء الله ربنا هيفتح، بس الحق
عشان ما تحبطش لما تلاقي باقي نص ساعة الفجر بس، عشان ما تحبطيش لما تلحقي لك 40 دقيقة قبل الفجر بس. فمن قام الليل بعشر آيات كتب له قنطار من الأجر، والقنطار خير من الدنيا وما فيها. فيقول ربك يوم القيامة، اسمع بقى، فيقول ربك يوم القيامة: اقرأ ورقة بكل آية درجة، اقرأ ورقة بكل آية درجة. يعني ايه؟ يعني احنا قلنا قبل كده ان كل آية هتحفظها بدرجة في الجنة، كل آية هتحفظيها بدرجة في الجنة. عارفين الحديث ده معناه ايه يا اخوانا؟ عارفين الحديث ده بيوجهنا لايه؟ كل آية هتقراها في قيام الليل بدرجة في الجنة. يعني صليت قيام الليل بعشر آيات، عشر درجات في الجنة. صليت قيام الليل بعشرين آية، عشرين درجة في الجنة. انت متخيل ان الآية في قيام الليل بدرجة في الجنة؟ من قام الليل بعشر آيات كتب له قنطار من الأجر، والقنطار خير من الدنيا وما فيها. يقول ربك يوم القيامة: اقرأ ورقة بكل آية درجة، اقرأ ورقة بكل آية درجة. يعني قيام الليل ده، ما اخواننا يوم القيامة ده عامل زي ايه؟ عارفين لما تدخل المطار كده في طيارة طالعة امريكا، بس لو معاك تذكرة امريكا او تأشيرة امريكا، وفي طيارة طالعة تركيا بس لو معاك تأشيرة تركيا، في طيارة طالعة فرنسا لو معاك تأشيرة فرنسا، في طيارة طالعة السنغال لو معاك تأشيرة السنغال. يوم القيامة يا جماعة الجنة درجات، وكل درجة فينا جائب بتوصل ليها. يعني زي الطيارات كده الملائكة هي اللي بتقودها بتوصل ليها. انت على حسب التأشيرة بتاعتك، تأشيرتك فردوس اعلى، ولا تأشيرتك ربض الجنة، ولا تأشيرتك وسط الجنة، ولا تأشيرتك في ادنى منزلة في الجنة، انت تأشيرتك ايه؟ تخيل قيام الليل انت بسببه تدخل الفردوس الاعلى، بسببه تجاور الله سبحانه وتعالى في الفردوس الاعلى. عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان احنا بنتعامل مع عبادة. صلاح الدين الايوبي لما كان يعدي على الخيام ليلة حطين، فيلاقي خيمة الجنود بتوعها بيصلوا قيام ليل، فيقول: من هنا يأتي النصر. يلاقي خيمة تانية الجنود بتوعها نايمين، فيقول: من هنا تأتي الهزيمة. مش من هنا لا يأتي النصر، من هنا تأتي الهزيمة. يعني اللي ما بيقومش الليل ده سبب من اسباب النكسة اللي احنا فيها. شفتوا النكسة اللي احنا فيها؟ مشيتوا في الشوارع تعرفوا المصيبة اللي احنا فيها؟ شفتوا لبس الستات الوقت عامل ايه؟ شفتوا حال الشباب الوقت عامل ايه؟ شفتوا فكر الشباب الوقت وصل لايه؟ شفتوا النكسة اللي احنا فيها؟ كل واحد ما بيقومش الليل سبب من اسباب الهزيمة، وكل واحد بيقوم الليل سبب من اسباب عز الاسلام في الارض، وسبب من اسباب النصر، سبب من اسباب الفتح يا اخوانا. عشان كده سورة المزمل جت قبل المدثر في ترتيب المصحف، لانك لو قمت الليل بالليل في المزمل هتنزل في المدثر بالنهار، ربنا يفتح لك، ربنا هيفتح عليك. على قد ما هتقوم الليل على قد ما الله هيفتح عليك، على قد ما ربنا هيختارك. يا اخوانا كتير قوي مننا نفسه يتربى. ايام ما كنت طالب في الكلية كنت اشوف العبادات اللي انا قلبي بيعيش معاها وابدأ احاول اركز فيها. عبادة قيام الليل الواحد ما كانش عارف قيمتها. ليه؟ يعني مش عارف، بس مش عارف قيمتها، مش مقدر قيمة العبادة دي، لحد ما الواحد قرأ قول الله سبحانه وتعالى، لحد ما الواحد فهم آيات ربنا، وربنا بيقول لك: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل. إن ربك المربي بتاعك اللي بيربيك، ربنا اللي بيربيك، قيام الليل دي تربية ليك. إن ربك يعلم، يعني كل سجدة في قيام الليل ربنا يعلمها، كل دمعة نزلت منك في قيام الليل ربنا يعلمها، كل دعوة صعدت إلى الله منك في قيام الليل ربنا يعلمها. يا أمة محمد الله يكلمكم، لما ربنا يقول: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. انت عايز عشان تتشجع على قيام الليل ايه بعد الآية دي؟ لما ربنا بيقول لك: ولا جبريل ولا ميكائيل ولا الملأ الأعلى
ولا الم... ولا ولا اي ملك في الدنيا يعرف النعيم اللي انا اعددته ليك بسبب قيام الليل, بسبب وقفتك بين ايديا في الثلث الاخير. يبقى مين اللي يفرط في الوقفه دي بعد كده يا جماعه؟ مين اللي يفرط في العباده اللي اتفرضت قبل ما الصلاه تتفرض, قبل ما الصوم يتفرض, قبل ما الحج يتفرض, قبل ما الزكاه تتفرض؟ مين اللي يفرط في العباده اللي ربنا بيتنزل لاصحابها بنفسه ولا ينزل لهم ملك مقرب ولا اي احد؟ ربنا يتنزل بنفسه لاهل هذه العباده. مين اللي يفرط في هذه العباده العظيمه الجليله اللي ربنا لما اراد انه يربي نبيه ويربي اصحاب نبيه فرضها عليهم سنه كامله؟ إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. طائفة ليه؟ لما الناس بتلتزم ده بيبقى داعية, وده بينام, وده بينشط, وده بيكسل, وده عشان كلمة وطائفة من الذين معك. عشان الكلمة دي, عشان كلمة طائفة, مين اللي هيبذل مجهود عشان يوصل لربنا؟ مين اللي هيبذل مجهود عشان ربنا يرضى عنه؟ يبتغون الى ربهم الوسيله. ربنا يجعلنا من اهل قيام الليل يا رب. اللهم امين, اللهم امين. الحمد لله وكفى, صلاه وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله واليك يرجع الامر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد, إخواني وأحبابي في الله, من الآخر يعني عايزين نقول إيه؟ عايزين نقول إيه؟ عايزين نقول إن قيام الليل العبادة اللي بيجيب لك كل حاجة في حياتك. في أثر عن سيدنا داود عليه السلام أن الله قال له يا داود, يا داود, وهو يحدثه عن القوامين بالليل. شوف ربنا مقام القوامين عنده ايه, وهو يكلم داود عن القوامين بالليل. يا داود, يا داود, نصبوا لي اقدامهم وفرشوا لي وجوههم وناجوني بكلامي وتملقوا الي بانعامي, فهم بين صارخ وباكي وبين متأوه وشاكي. أتعلم يا داود, اسمع بقى, أتعلم يا داود أني أعطيهم ثلاثة, أني أعطيهم ثلاثة. شوفي ربنا بيدي إيه لأهل قيام الليل, شوفوا ربنا بيعمل إيه لأهل قيام الليل. أتعلم يا داود أني أعطيهم ثلاثة, الأولى لو أن السماوات السبع والأراضين السبع كانوا في موازينهم يوم القيامة لاستقللتها عليهم, والثانية أني أقذف في وجوههم وقلوبهم من نوري فتستنير وجوههم وقلوبهم, والثالثة أني أقبل عليهم بوجهي. أرأيت يا داود من أقبلت عليه بوجهي ماذا أريد أن أعطيه؟ ملاحظين حاجة في الثلاث حاجات دول يا جماعة؟ الثلاث حاجات دول ضربوا كل حاجة في الحياة. الأولى لو أن السماوات السبع والأراضين السبع كانت في موازينهم يوم القيامة لاستقللتها عليهم, يعني قيام الليل بيحل كل مشاكل الآخرة. والثانية أقذف من نوري في قلوبهم ووجوههم, يعني قلبك يتملى بالإيمان واليقين, يعني التانية بتحل كل مشاكل الدين. التالتة أني أقبل عليهم بوجهي. أرأيت يا داود من أقبلت عليه بوجهي ماذا أريد أن أعطيه, يعني التالتة بتحل كل مشاكل الدنيا. يعني تلت حاجات, الأولى بتحل مشاكل آخرتك, والتانية بتحل مشاكل دينك, والتالتة بتحل مشاكل دنيتك. يبقى انت عايز ايه بعد كده؟ ايه اللي بعد كده قيام الليل ما بيعملوش؟ على فكرة يا اخواني في الله, الاخ اللي ما بيقومش الليل ده اخ مخوخ. عارفين المخوخ؟ اخ
فاضي من جوه، اخ فاضي خاوي. الاخ اللي ما بيقومش الليل ده عامل زي الخشبة اللي من بره كويسة ومن جوه مسوسة، والاخ اللي بيقوم الليل ده اللي هيبقى عامل زي العمود الخرسانة اللي قدامكم ده، هو اللي شايل المسجد ده كله. ساعات تلاقي عمارة هي 10 عواميد ولا قايمة على 10 عواميد، والعمارة ساكن فيها 500 بني آدم. انت من 500 اللي ساكنين في بناء الدين ولا من العواميد اللي شايل الدين؟ يبقى قيام الليل بيخرج العواميد الخرسانة اللي هتشيل الدين، قيام الليل بيخرج الإخوة الخرسانة المسلحة اللي هتشيل دين، اللي هيبقوا رجالة. إنما الأخ اللي ما بيقومش الليل ده مخوخ، ده لما هتيجي تحمل عليه دين هيقوم واقع. يا أخوانا انت قلبك عامل زي المراية، زي المراية لما بتيجي تحط القرآن قدام المراية بالنهار، انت في 1000 حاجة قدام قلبك بالنهار مشوشة على الصورة. فوانت بتقرأ القرآن بالنهار حلو، ولكن في 1000 حاجة داخلة على المراية بتاعت قلبك مع القرآن. انما بالليل المراية فاضية خالص، فالقرآن لما بيتعرض على المراية كله بيطبع عليها. ليه؟ لان مفيش اي تشويش عليها، مفيش. يا اخوانا يا جماعة، النبي عليه الصلاة والسلام لما قال حديث 7 يظلهم الله بظل يوم لا ظل الا ظله، قال لك امام عادل. اشمعنى يا رسول الله كل الناس واقفة مهرية في شمس القيامة ودول واقفين في المقصورة الملكية في ظل عرش الله؟ لان كل الائمة كانوا فاسدين، فلما يجي امام عادل ربنا يوقفه في مكان وكل الائمة في مكان. شاب نشأ في عبادة الله، الشباب الشهوات بيجروا عليها، فلما يطلع شاب نشأ في عبادة الله ربنا يخليه في مكان ودول في مكان. طب بالليل يا جماعة كل الناس نايمين، لما واحد يقوم بين ايدين ربنا بالليل، تخيلوا كده. ممكن يكون متجوز وبيحب مراته هيسيبها عشان ربنا، ممكن يكون طالب ووراه مسؤوليات ولكن هيقتطع ساعة عشان ربنا، ممكن يكون واحد وله صحاب ولكن هيسيب اصحابه عشان ربنا. مين فينا يا اخوانا يقبل هذه الصفقة الهائلة؟ يقبل الصفقة اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيخرج في الثلث الاخير يصرخ في اهل المدينة المنورة جاء الموت بما فيه عشان يقوم ويقوم الليل. النبي كان بيصحي امهات المؤمنين، كان بيصحي علي وفاطمة، كان بيطوف على بيوت الصحابة في قيام الليل يتبعهم في قيام الليل. مين فينا يدرك خطورة العبادة اللي عباد ابن بشر وهو بيعبد ربنا بيها اتضرب بالسهام ومرضاش انه يسيبها؟ يعني قيام الليل بالنسبة لهم كان مسألة حياة او موت. وداعا شهر رجب، خلاص يا جماعة، يعني شهر من الاشهر الحرم عدى وما عادش فيه غير ايام. الاشهر الحرم الحسنات بتضاعف فيها غير اي حسنات في يوم تاني، السيئات بتضاعف فيها غير اي سيئات في يوم تاني. راح رجب يا جماعة وداخلين على شعبان، والجمعة الجاية باذن الله سبحانه وتعالى هيبقى الدرس بتاعنا وقفة مع شعبان، لان شعبان اخطر من رمضان. واحد هيقول لي نعم يا حبيبي رمضان اعظم ثوابا، انما شعبان اخطر. ليه يا حبيبي؟ شعبان ده رفع الاعمال، رمضان اللي فات هيترفع في شعبان ده، اهو ليلة القدر اللي فاتت لو انت كنت فزت بيها تترفع في شعبان ده، اهو كل صلاة صليتها هتترفع في شعبان، كل نظرة حرام نظرتها تترفع في شعبان. يعني القضية خطيرة جدا، كل غيبة اختبتيها ووقعت فيها هتترفع في شعبان. يعني المرة الجاية ان شاء الله بإذن الله الوقفة مع شعبان، وشعبان هيعدي برضه يا جماعة للي ربنا كتب له حياة، وهيجي رمضان وهيعدي، المواسم بتعدي. الليل بتاع رمضان هيبقى 7 ساعات بس او 7 ساعات ونص. القضية خطيرة جدا، والمنافسة السنة دي صعبة جدا وعالية جدا. انتوا عارفين يعني لما بيبقى الليل 12-13 ساعة في الشتاء بيبقى الدنيا واسعة، انما الوقت فعلا اللي هيصمد في القيام والتهجد في رمضان هم الابطال. يا ترى انت هتتدرب على قيام الليل من الوقت ولا لا؟ يا ترى هتبقى من الابطال دول ولا لا؟ يعني اخوانكم عاملين في الخطة الخمسية اللي احنا بدأناها من اول رجب
المرحلة الثالثة النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى. الورقة اللي متوزعة عليكم دي المرحلة الثالثة. هتلاحظوا طبعا ان ركعتي الضحى واذكار الصباح والمساء زادوا، ما كانوش في المرة اللي فاتت. هتلاحظوا ان السنن متركز عليها هنا. هتلاحظوا ان ورد اليوم بقى تلت ارباع حزب من القرآن، عشان نعرف بقى جماعة اللي ما بدأش معانا من الاول يندم بقى لما كان في الاول ربع قرآن والفرائض من غير نوافل وما فيش ركعتين ضحى. وبعض الاخوة كده بص للجدول وقال ده جدول بسيط جدا. انت لو بدأت من الاول هتنطلق. احنا لسه في المرحلة الثالثة، ده لسه الرابعة ولسه الخامسة بإذن الله سبحانه وتعالى. لو بدأت من الاول بداية تدريكية شوف هتنطلق بعد كده ايه، وهنلاقي الصيام بقى يوم ويوم. الصيام بقى يوم ويوم يا اخواني في الله. يعني الموضوع دخل في حيز الخطورة الشديدة، لان شعبان جاي. عارف يعني ايه شعبان جاي؟ يعني شهر رفع الاعمال جاي. يعني الجدول اشتد اهو جدا، وهتلاقي قيام الليل بقى قيام نصف ساعة زائد صلاة الوتر. طبعا احنا قلنا ان ده على الاقل. احنا عايزين باذن الله سبحانه وتعالى يعني في قيام الليل نبدأ نشوف توصيات عملية. اعمل ايه عشان اقوم الليل؟ اعمل ايه؟ ما هو انا باجي اظبط 10 منبهات. منبه الساعة 3 ومنبه 3:05 ومنبه تاني. الموبايلات الوقت بقى ممكن تظبط 20 منبه، وفي الاخر اصحى الاقي الظهر جدا مش هلاقي الفجر جدا. اعمل ايه؟ تاني يوم اظبط المنبه واقول والله لا انا صاحي. اقوم من النوم ادخل الحمام اصحى الاقي راسي في الحوض، الاقي الفجر عدى عليا وقيام الليل عدى عليا. تالت يوم اصحى الاقي نفسي مش عارف ايه. رابع يوم اعمل ايه عشان اقوم الليل؟ اول حاجة يا اخوانا، عايز ربنا يقومك بالليل ما تعصيش ربنا بالنهار. ما تعصيش ربنا بالنهار عشان يقومك بالليل. تاني حاجة، لازم العشاء المحمول بتاعك يتقفل يا ابني. يعني ده المحمول بتاعي اهو، العشاء اتدنت اهو، او معامل كده اهو، بس الف سلامة كل سنة وانتم طيبين. محمول اتقفل، اللي بيحصل يحصل بقى. لقائك بالخالق اهم مليار مرة من لقائك باي مخلوق. مفيش مخلوق هيحللك كل مشاكل حياتك لما تلقاه وتناجيه، انما الخالق يحللك كل مشاكل حياتك. تالت حاجة، اعمل حاجة حزام امان. يعني حزام امان؟ صلي لك نص ساعة بعد العشاء. ليه؟ عشان لو راح عليك القيام يبقى انت برضو اسمك صليت. ابدأ الليل بصلاة، صلي لك نص ساعة بعد العشاء. ربع حاجة، طب انت صحيت ولقيت مفيش غير ربع ساعة على الفجر او نص ساعة على الفجر، الحمد لله. ده احنا قلنا نظام التلت الاخير بالثانية. يا اخوانا الثانية تفرق معاك في قيام الليل. جميل جدا، قوم اتوضف ثانية وقف على سجادة الصلاة وقول الله اكبر واقرا الفاتحة وسورة قصيرة وارفع ايدك واستغيث بالله. انت في اكتر وقت بتجاب فيه الدعاء، ده انت في وقت السحر الاعلى. لو ما لحقتش غير ربع ساعة انت لحقت غنيمة، لو ما لحقتش غير 5 دقايق انت لحقت غنيمة. بس تبقى نيتك انك انت الوضع ده ما يستمرش، لازم تزود في قيام الليل. ولازم قيام الليل قبل ما رمضان يدخل يبقى على الاقل بقى ساعة، ساعة ونص يا جماعة بإذن الله وحده، بإذن الله وحده. لازم قبل ما رمضان يدخل يبقى قيام التلت الاخير بقى على الاقل ساعة، ساعة ونص، مش عايز اقول كمان ساعتين واكتر. ليه؟ عشان تعرف انك تتهجد في رمضان باذن الله. يعني احنا مشروعنا السنة دي في رمضان ان شاء الله ان احنا نصلي من العشاء للفجر. ما مفيش وقت بقى، اللي عايز ينام يبقى يريح له في المسجد. احنا الوقت بندور على مسجد لرمضان باذن الله نعيش فيه رمضان مع بعض، نعبد ربنا فيه في رمضان مع بعض باذن الله سبحانه وتعالى. بندور على مسجد نصلي فيه من العشاء للفجر باذن الله. اللي عايز يريح يميل له ساعة كده وخلاص، والسحور في 3 دقايق قبل الفجر وخلاص، والليل كله صلاة بين يدي الله، والنهار عبادة. نعمل بيئة ايمان تعبدية في رمضان باذن الله سبحانه وتعالى. لو احنا نستاهل الفتح ده ربنا هيفتح علينا بيه. عشان كده اخواني واحبابي في الله، يعني ما تنسوش هذه المحاذير العملية بتاعت قيام الليل. اقفل محمولك العشاء، ما تقفل محمولك يا لا مش العشاء دنت، ما تطبق يا ابني. واحد صاحب محموله وبيقفله،
بس انت لسه بتسجل. اقفل محمولك يا اقفلي محمولك يا بنتي يا رب اللي تقفل محمولها العيشة عشان قيم اللي ربنا يجوزها، ولو متجوزها ربنا يهدي لها جوزها ويربي لها عيالها. هنعمل ايه بس؟ هنعمل ايه؟ لو قيام الليل راح منك ما تحبطش يا حبيبي، احنا مش قاعدين نتكلم عن السخنية في العبادات عشان يجي لك احباط. قيام الليل راح منك اقضيه بالنهار، موضوع بسيط يا جماعة، ولكن يبقى في نية صادقة في الوصول الى الله. ربنا يسددكم يا رب. باقي الورقة اللي معاكم، خلق المرحلة بر الجار، اعمل اي حاجة لجيرانك يا عم، اتصالات، هات ورقة زي بتاعت صلي على الحبيب وعلقها في دخلة البيت، اعزمهم، اي اعمل اي منظر يعني، هات شوية بتوع، اعمل اي منظر تفرح بيه جيرانك، تبر بيه جيرانك. ومعصية نتطهر منها، ترك سماع الاغاني المحرمة للي لسه مبتلى، اللي هيبدأ معانا النهاردة لسه اول يوم، يبدأ الجدول من هذه المرحلة بإذن الله سبحانه وتعالى، ونبدأ نكافح ونعلى مع بعض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصوامين القوامين. رب اجعلنا لك قوامين، رب اجعلنا لك قوامين. اللهم يسر لنا قيام الليل يا رب العالمين، اللهم شرفنا بقيام الليل بين يديك يا رؤوف يا رحيم، اللهم أكرمنا بقيام الثلث الأخير من الليل يا رب العالمين، يا بر يا تواب، يا قريب يا مجيب، يا أحد يا صمد، يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم شرفنا بقيام الثلث الأخير من الليل يا رب العالمين، اللهم افتح علينا في قيام الثلث الأخير من الليل يا رب العالمين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا. اللهم أرضنا وارض عنا، اللهم ألف بين قلوبنا على طاعتك وابتغاء مرضاتك يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من الفائزين، اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من الفائزين، اللهم افتح علينا في شعبان في الصيام والقيام يا رب العالمين، اللهم افتح علينا في شعبان في الصيام والقيام يا رب العالمين. اللهم إن كتبت لنا حياة فافتح علينا في شعبان في الصيام والقيام يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.